الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. استبعدت اللجنة المالية النيابية إعداد الحكومة موازنة عام 2022 والتصويت عليها داخل البرلمان قبل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في تشرين الأول المقبل. وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي إن قانون الإدارة المالية أشار إلى المضي بصرف المبالغ والمستحقات وفق نظام 1/12 في حال تأخر إعداد الموازنة أو التصويت عليها داخل البرلمان في العام الجديد. واستبعد الشبكي أن تكون هناك مطالبة للحكومة بإعداد موازنة عام 2022 وتسليمها إلى البرلمان من أجل التصويت عليها قبل الانتخابات المبكرة. أكدت وزارة الصناعة في العراق أنه رغم الميزانيات الهائلة لإعادة تأهيل المصانع فإنه لا يزال 288 مصنعاً متوقفاً عن العمل، وبيّنت أن الدولة أنفقت بحدود 120 تريليون دينار لتأهيل الشركات العامة للفترة من الممتدة من عام 2005 إلى 2014، وكان معظمها مولاً من الدول المانحة ووزارة المالية، لكنها فشلت في إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية فعالة لأغلب عقود الشراكة التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية والمحلية للنهوض بواقع المصانع العامة. وبلغ عدد الشركات الخاسرة التي لم تحقق أي أرباح منذ سنة 2003 بحدود 46 شركة من أصل 67 تابعة لوزارة الصناعة. كشفت وزارة التخطيط في العراق أن قطاع المقاولات شهد انخفاضاً بمعدلاته خلال عام 2020 مقارنة مع عام 2019، حيث انخفضت إلى نسبة 20%. وبيّنت الوزارة أن الانخفاض جاء متأثراً بالظروف التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي والمتمثلة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية وعدم وجود موازنة توفر التخصيصات المالية للمشاريع. وأضافت أن كلفة المقاولات بلغت 1.9 تريليون دينار عراقي، منخفضة بنسبة 20% مقارنة بالعام 2019. قال مصرف لبنان المركزي إنه لا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعومة دون المساس بالاحتياطات الإلزامية للمصارف. وأكد مصرف لبنان أن المبالغ التي تم تحويلها إلى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعات الدوائية من بداية العام وحتى الآن تعادل 485 مليون دولار، يضاف إليها الملفات المرسلة إلى مصرف لبنان وتساوي 535 مليونا. حذرت وكالة الطاقة الدولية من التأثير العنيف الذي قد ينجم عن الهدف المرسوم بالوصول إلى نسبة صفر من الانبعاث الغازي بحلول العام 2050. وأشارت الوكالة إلى أن حصة أوبك من إنتاج النفط العالمي سترتفع إلى أكثر من نصف الإنتاج الكلي، حيث أن تجهيزات النفط والغاز ستقتصر على دول صغيرة أقل عدداً، مبينة بأن الدخل السنوي للفرد من مبيعات النفط قد تهبط بنسبة 75% تقريباً خلال العقدين القادمين. قررت الحكومة السويسرية التخلي عن معاهدة مع الاتحاد الأوروبي كانت قيد التفاوض منذ سنوات وسط معارضة محلية شديدة للاتفاق الذي كان من شأنه أن يساهم في تبسيط وتعزيز العلاقات مع أكبر شريك تجاري في البلاد. وقالت سويسرا إن الاتفاق المطروح كان يطالب سويسرا بتنازلات كثيرة وكان من شأنه تعريض سياستها للخطر. وطالب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق منذ أكثر من 10 سنوات، لكن المفاوضات لم تبدأ إلا عام 2014، حيث بقيت نقاط عدة عالقة بالنسبة للحكومة السويسرية، لكن بروكسل رفضت أي حلول توافقية إضافية منذ نهاية عام 2018. ختام الموجز بأمان الله.